هنعمل وصفة حلويات اسمها فراوليتا. المقادير معايا كوباية من البسكوت المطحون، ويفضل يكون بسكوت سادة مش بسكوت بزبدة، وربع كوباية زبدة سايحة. الكريمة عندي يعني الطبقة الأولى دي أو المقادير دي بتاعت الطبقة الأولى. طب الطبقة التانية اللي هي بتاعت الكريمة، كوباية من الحليب، كوباية من الكريم شانتيه، نص كوباية من السكر، ممكن تستخدم سكر عادي أو سكر بودرة، معلقة صغيرة من الفانيليا، وربع كوباية حليب بودرة، معلقة كبيرة من الجيلاتين، وكمان نص كوباية مية مغلية أفك بيها الجيلاتين، وكوباية بيوري فراولة. بيوري الفراولة ده عبارة عن إيه؟ بجيب الفراولة بتاعتي ممكن أحط عليها شوية سكر وأسيبها ساعة في التلاجة، وبعد كده أضربها بالهاند بلندر أو في الخلاط. إيه تاني؟ للتزيين كريم شانتيه وفراولة. ممكن طبعا ما نزينش خالص، وده اللي انا بعمله، مش لازم ازين، ممكن اكتفي بالميكس اللي انا حطاه وما احطش خالص اي تزيين عليها، اخري فراولاية وتطلع عندي زي الفل. طب تعالوا نشوف بقى ده على ارض الواقع هنعمل فيه ايه. هجيب البسكوت وعليه الزبده، وهنا انا مش عايزه البسكوت عندي يمسك في بعض كاني هعمل ديسك، لا انا عايزه البسكوت بتاعي يبقى فاكك من بعضه، فعشان كده كميه الزبده مش كتير. بصوا كده شكل البسكوت فاكك كده من بعضه، هو ده اللي انا عايزاه. هجيب بقى الكاس او الكوبايه او ايا كان هعملها في ايه، وبحط شويه بسكوت كده فيها، بس بسويه مش بكبسه، يعني بس بسويه عشان ما يبقاش ايه ملوش ملامح كده، لان انا عايزه برضو يدي طبقه تحت. واخد التانية احط برضو شوية من البسكوت. عندي كده تمام، يبقى دور البسكوت او الطبقة الاولى بتاعتي كده خلصنا منها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب بولة، ممكن تشتغلوا بمضرب وممكن تشتغلوا بمضرب يدوي، ونبتدي نشوف ميكس الكريمة. معايا كوباية من الحليب يكون ساقع طبعا مش بارد ولا حتى دافي، ومعايا الكريم شانتيه كوبايه برضو، والفانيليا. ولو انتوا ما عملتوا خطوه بيوري الفراوله ان انتوا قطعتوا الفراوله وحطيتوا عليها السكر والقصه دي كلها، ممكن محتاجش اضيف سكر اضافي عشان الموضوع ما يبقاش مسكر قوي. فلو هتحطوا البيوري الفراوله سكر مع فراوله وتضربوهم، يبقى هشيل من المقدار ده السكر بتاعي وهكتفي بسكر الفراوله، فعشان بس ما يبقاش الموضوع مسكر بزياده. هيدي كمان السكر والحليب البودره. حليب بودره بيدي طعم دسم حلو قوي ونسبه بسيطه، انا مش حاطه فيها كتير، فيعني جربوها بالطريقه دي تطلع معاكم حلوه قوي. بصوا تدريجيا بتتقل ازاي. هحط كمان بيوري الفراوله، ريحتها دلوقتي كأنك بتعملي آيس كريم، فهي وصفة حلويات سهلة وخطيرة. هيقول مثلا بالويسك ياخد قد ايه؟ 4 دقايق بالكتير قوي. خطيرة، كل ما هضرب فيه كل ما هيتقل. تعالوا بقى نشوف كمان المية المغلية عشان افك بيها الجيلاتين. عشان اخد او اعمل ميكس لحاجة باردة لازم انزل عليها الجيلاتين سخن. طب لو عندي ده سخن الميكس ده مثلا عاملاه على النار، يبقى لازم الجيلاتين بتاعي يبقى بارد. ما ينفعش انزل جيلاتين سخن على خليط سخن، ما ينفعش انزل جيلاتين بارد على خليط بارد، عشان اخد اقصى قوه ربط للجيلاتين. فانا ده عندي بارد، فبالتالي هفك الجيلاتين بتاعي بميه مغليه. ادي نص كوبايه من الميه المغليه على ايه؟ معلقه كبيره من الجيلاتين. هقلبه كويس جدا، اتاكد بس انه ده كويس تمام، واروح واخد الكلام الحلو ده نازله بيه هنا. بس كده بصوا بقى الخليط رجع فك ازاي تاني. فلما يدخل الثلاجه يسقع هتلاقوا ان ايه اللي حصل، ان الكريمه ربطت مع الجيلاتين، فيطلع معايا زي الفل. انا بصراحه عايزه ازود شويه بيوري الفراوله دول، يعني مش هين عليا ان احنا ايه ما نستخدمهمش. بس كده، ونبتدي نصب الخليط بتاعنا حاجه كده صغنطات عشان ايه الوش بتاع البوله. ناخد كده ايه واحده واحده، زي ما قلنا 4 ساعات عندي في التلاجة وهيطلع.
Thank you.